نروح بقى نتابع اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه دلوقتي والانشطه مع مراسلنا العزيز مينا ماهر من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا مينا صباح الخير، انا وكريم نصبح عليك، ودلوقتي كل متابعي 10 الصبح في الاهلي منتظرين منك اخبار النادي، اتفضل. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وبنتمنى أن يكون يوم مليان بالخير والتفاؤل على كل الناس. يعني من مقر النادي الأهلي بالجزيرة نطلعكم على كل ما هو جديد. يمكن بدأ توافد الأعضاء بالفعل على مقر النادي في الساعات الأولى من اليوم، كمان يمكن كبار السن توافدوا على حمامات السباحة لممارسة الرياضة يعني الصباحية المفضلة اليوم. يمكن معتادين دايما بنشوف كبار السن في حمامات السباحة. عايز اقول كمان ان يعني تشديد كبير جدا على الاجراءات الاحترازيه في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن الاعضاء ورجال الامن وعمال وافراد عمال النادي هنا كله مركز تركيز كبير جدا على الاجراءات الاحترازيه يعني عشان نتفادى فيروس كورونا. بالنسبه للجو، الجو بصراحه جميل، كان في شبوره خفيفه في الساعات الاولى من اليوم، ولكن مع مرور الوقت الشبوره راحت وبدات الشمس تطلع والجو يعني مناسب لجميع التدريبات. كان في بعض الكثافات المروريه على كوبري 6 اكتوبر، ولكن الطرق المؤديه للنادي ما عدا كوبري 6 اكتوبر في سيوله مروريه كبيره جدا. عايز اتكلم معاكم بقى عن الفرق المختلفه في النادي. عايز ابدا بشباب يد الاهلي 2002، حققوا فوز كبير على فريق اتحاد الشرطه بنتيجه 37-25 ضمن فعاليات بطوله كاس مصر. وايضا شباب يد الاهلي 2004 حققوا فوز على فريق سموحه بنتيجه 36-28 ضمن فعاليات بطوله كاس مصر. يمكن فريق تنس النادي الأهلي حقق المراكز الأولى في بطولة الجمهورية المقامة على ملاعب سماش المطار. فاز أحمد منير طه بالمركز الأول في فردي رجال، ورنا شريف المركز الأول فردي سيدات، وروان شريف المركز الثاني فردي سيدات. وأيضا محمد سيد منير وأحمد ياسر حسني مركز أول زوجي رجال، وأحمد منير وعلي تامر المركز الثاني زوجي رجال. وايضا فازت رنا شريف وروان شريف بالمركز الاول في زوجي السيدات. طبعا بقول لهم مبروك لجميع اللاعبين ومبروك للجهاز الفني، بصراحه يعني اداء اكثر من رائع كانوا بيقدموه على مدار البطوله. عايز كمان اقول ان النهارده في استعدادات قويه جدا لتدريب سيدات النادي الاهلي لكره اليد، هيدخلوا معسكر مغلق استعدادا لسيمي فاينل كاس مصر ضد نادي سبورتنج، وايضا تدريب سيدات النادي الاهلي لكره السله الساعه 7 استعدادا لمباراه الجزيره يوم الثلاثاء. النهارده هيكون عندنا مباريات قويه جدا للنادي الاهلي. المباراه الاولى هتكون يعني الاهلي وطلائع الجيش في دوري رجال الكره الطائره الساعه 4 مساء. الاستوديو التحليلي هيكون على شاشه قناه النادي الاهلي، وايضا بعده هيكون الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والاتحاد. يعني يمكن المباريات دي من مباريات الديربي لكره السله اللي بنستناها، بيكون مباريات قويه جدا جدا ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. الاستوديو التحليلي هيكون الساعه 7:30 ضمن فعاليات دوري سوبر رجال السلة. أخيرا عايز أنهي كلامي بالأنشطة داخل النادي الأهلي. يعني يمكن الإدارة تعلن عن معرض للمنتجات والمشغولات اليدوية والفنية للسيدات يومي الجمعة والسبت الموافق 19 و20 الشهر الجاري، هيكون من 10 صباحا ل 6 مساء، بداية من إن شاء الله يوم الجمعة، يعني هيكون في حديقة مقر النادي الأهلي بالجزيرة. دي كانت كل الأخبار والكواليس المتعلقة باسم النادي الأهلي. عودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جدا يا مينا على هذه التغطية، شكرا لك.